انتوا موضوع ان دايما الاهلي كان مسيطر على البطوله بشكل كبير، شفتوا ازاي في بدايه الموسم ان انتوا يكونوا عندكم طموح؟ اكيد كابتن ايهاب كان ليه دور معاكم، بس انتوا كلاعبات بتتكلموا بينكم وبين بعض ازاي؟ هي بدأت السيزون اللي فات كان خلاص تعودنا ان الاهلي خلاص بياخد كل بطوله. جينا في ماتش يعني يعتبر مش هيحدد حاجه، كان زي فاينل دوري وكسبناهم، بس هما كده كده كان محسوم ان هما ياخدوا اول الدوري، بس فقلنا لا عادي، هو احنا ممكن نكسبهم، ايه المشكله؟ لا نقدر نكسبهم، ده كسبونا فرق واحد فرق اتنين، ف يعني عندنا ان احنا يعني مش مفيش فرق ما بيننا وبينهم ان احنا نقدر نكسب الفرقه اللي قدامنا اهلي او اي فرقه تانية يعني، بس فده بيدينا تشجيع قوي يعني ان احنا نقدر نكسبهم. تمام كابتن ايهاب، يعني المشاهدين عشان يكونوا في الصوره، زي ما هاخد من كلام ساره، الموضوع بدا مع حضرتك من السيزون اللي فات، ان انت تكون متفوق دلوقتي اكيد ده ليه مردود، وفريق انت بتبنيه بقالك فتره، فامتى ابتديت ان انت حضرتك تبني هذا الفريق وان انت تحط امال ان خلاص السيزون اللي جاي؟ يمكن انت السيزون اللي فات كنت محتل المركز الثاني صح؟ نعم. فامتى ابتديت تحس ان انت عندك فرقه تقدر تنافس وتقدر تكون بتقدم شكل كويس؟ احنا المعلومه اللي غايبه عن حضرتك ان احنا فرق الناشئات كلها احنا في الغالب اول، يعني جيل 95 كان اول، 98 اول، 2000 بننافس اول الاهلي وزمالك. تراكم الفرقه لما وصلت كلها للدرجه الاولى هو ده كان بدايه الامل ان احنا هنحقق. قربنا، بقينا تاني الموسم اللي فات، السنه دي بداناها الماتش الاولاني على ارضنا في بطوله القاهره خسرنا 1، الماتش الفاينال كسبناه، لعبنا ماتش تاني بعديها باسبوع تحديد الاول بقى مين فينا اللي هيكسب، ماتش فاصل يعني كسبناهم، وهكذا تولينا. بس انا كل اللي كنت بقوله لهم ان احنا لعيبه زي ما هم لعيبه، احنا الحافز عندنا اعلى شويه، ان احنا الفرقه محتاجه انها تكسب، محتاجه اول، محتاجه نثبت نفسنا ان احنا في الفريق الكبير اول، مش احنا ناشئين بس، ان كانت السمعه المتاخده ان احنا ناشئين فقط. فلا كسبنا، قدرنا، المكسب بيجيب مكسب، وقوف دعم النادي جامد جدا جدا، كابتن اسامه ابو زيد معانا في كل مباراه على ارضنا، حاضر كل مباراه، ده كان دعم للبنات. الروح بينهم هم ساره وفرقتها، هي عرفت تلم البنات مع بعض، ما بقاش فيه خلافات موجوده، ده سهل بقى العمل الفني يعني. وهم عندهم هاند بول، فكانت بسيطه. الرياضه مرتبطه بحاجات تانية بره، اكيد اللي بره كان كويس جدا، فقدرنا ان احنا نحقق البطوله ان شاء الله.